كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. انطلق التشكيل في هذا المسار في اللقاء الجهوي التشاوري الذي نظم بمدينة مراكش بشراكة مع مجلس جهة مراكش في بداية سنة 2018 ليبرز محور التشغيل الجمعوي كأحد رافعات التجديد النموذج التنموي لبلادنا. جمعيات المجتمع المدني اليوم تمثل فضاء واعد للتشغيل ينبغي استثماره، ولكن لتحقيق ذلك لابد من أولا إقرار تحفيزات ضريبية، ثانيا تعزيز التكوين الموجه للعاملين داخل المجتمع المدني في التنمية البشرية في إطار الجمعيات. في التجارب الدولية المقارنة نجد أن نسبة المشتغلين داخل الجمعيات من سوق الشغل تناهز 10%. في المغرب هذه النسبة لا تتجاوز 1%. والأفاق التي أو الأسباب التي تفسر ذلك إحداها يعود إما لغياب منظومة ضريبية محفزة، إما لغياب مقتضيات قانونية مشجعة، ولهذا التطوع الخدمة المواطنة لا نجد ما يؤطرها من ناحية القانونية، أو لأسباب تعود لأن الشغل الجمعوي يواجه الإشكاليات المرتبطة بشروط العمل الحماية الاجتماعية. أزيد من 50% من المشتغلين في الجمعيات يشتغلون بالحد الأدنى للأجور، وعدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 20,000، في حين أن الإمكانات بالنظر الواقع العمل الجمعوي الإمكانات واعدة. هذا السبب الوزراء التشاور عمومي طيلة شهر تم فيه تلقي أزيد من 100 مذكرة من طرف الجمعيات، كما تم تنظيم 2 لقاءات جهوية بأكادير وبالراشدية وتنظيم ندوة دولية بمراكش، بالإضافة إلى تنظيم جلستي عمل مع وزارة الشغل ووزارة المالية في شخص مديرية العمل الضرائب. محصلة هذه العملية التشاورية واللقاءات وجلسات العمل والندوات أفضت إلى صياغة خريطة الطريق للنهوض بالجمعيات كمشغل وكفاعل في تحسين القابلية للتشغيل. ولهذا السبب الوزارة أحالت في إطار هذه الخريطة الطريق مشروع قانون خاص بالتطوع التعاقدي ما على الأمانة العامة للحكومة. هنالك مشروع مرسوم أعدته وزارة الشغل يتعلق بالخدمة المواطنة والتدريب المعوض عنه داخل الجمعيات، وهنالك أيضا مجموعة من المقتضيات الضريبية من أجل التحفيز والتشجيع على التشغيل الجمعوي تمت إحالتها على المديرية العامة للضرائب في أفق التقدم بها على مستوى المناظرة الوطنية للضرائب. ثم هنالك مذكرة قامت بتلخيص مجموع المقترحات التي جاءت في التشاور العمومي وأحيلت على السيد رئيس الحكومة حتى تكون جزء من المذكرة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد. العمل الجمعوي والتشغيل والنهوض به، هل تكفي الخطابات والندوات الوطنية من أجل الخروج بنتائج طيبة جيدة؟ هذا ما ستبديه الأيام القادمة. الجارح أبو سليم سلا، كاب 24 تيفي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.